وأكيد متابعينا بصباحنا نور، وصلنا لأولى فقراتنا لليوم. رح ننتقل ونحكي فيها عن شعور الخوف يلي بيترافق يمكن مع الأطفال ومع المراهقين ومع جميع الأعمار، إن كانوا صبيان أو إن كانوا بنات. اليوم رح نحكي شو هو الخوف، ورح نحكي كيف بيتطور الخوف، وكيف نحن فينا نسيطر على الخوف ونخلي أولادنا يتجاهلوا هذا الشعور ويكونوا هن أقوى من الخوف. ورح نخصص أكثر شيء الحديث عن الخوف من الامتحان، كيف فينا نحن نقدر أنه نبتعد عن الخوف ويكون عنا أكثر ثقة بحالنا وبدراستنا. رح نحكي كل هالشيء والمحاور مع الأخصائية التربوية نغم تربي. صباح الخير نغم، أهلا وسهلا فيك. صباح المشاهدين، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية قبل ما نحكي عن أسباب الخوف، خلينا نعرف شو هو الخوف الطبيعي. يعني فعليا الطفل اللي بيولد ما بيعرف الخوف، الخوف اساسا مكتسب من البيئه المحيطه او من المجتمع. الخوف هو شعور طبيعي موجود عند الكبار والصغار، لكن وموجود بالطبيعه البشريه ككل. الخوف بس يكون متعلق بالاطفال، هون نحن لازم نشتغل بطريقه صح مشان ما ينتقل لحاله مرضيه. نشوف دائما الطفل لما بيخاف بتظهر عليه علامات جسدية، ممكن الانسحاب من المجموعة، ما بيحب يكون موجود مع المجموعة، ممكن نفسيا بنشوفه عم يبكي لما بيخاف بيبكي فورا، ممكن كتير بيظهر عليه علامات تانية مثل التبول لا إرادي أو غيره. هي الأمور كلها نحن لازم نعرف نتعامل معها بطريقة صحيحة. دائما المخاوف، في مخاوف بتجي معنا مخلوقة معنا، مخاوف مكتسبة من البيئة المحيطة، لكن دائما المخاوف المكتسبة من البيئة المحيطة 80% منها بناخدها من الأم. المخاوف الموجودة معنا، بنخاف من الصوت العالي، دائما بنشوف الطفل الصغير البيبي لما حدا بيصرخ فورا بينقذ، أو ممكن الخوف من السقوط وعدم التوازن، هي المخاوف بتجي معنا. أما المخاوف المكتسبة، الخوف من العتمة، الطفل بيكون بعد صغير ما بيعرف شو يعني عتمة إلا من الأم اللي هي نقلت له هذا الخوف. الخوف من الامتحانات اللي رح نحكي عنه هلأ، الخوف من كتير أمور ممكن الأم تزرعها بالطفل. هاي الأمور كلها نحنا لازم نعرف نتعامل معها لحتى نبني طفل قادر عنده ثقة بالنفس وقادر لتخطي المراحل. يعني أي شيء هو بيتعرض له ما يخاف منه، بالعكس يعرف يتعامل معه بطريقة صحيحة. تمام، خلينا لكن نغم نميز بين الخوف المكتسب أو الخوف اللي نحن أخدينه من وراء مواقف صارت معنا، إن كان فوبيا من شيء، إن كان رعب من قصة بسبب موقف، إن كان من حيوانات، إن كان من أي شيء، أو تمام. من خوف من الامتحان. يعني يمكن في كتير أنواع وأشكال للخوف تنشأ مع الإنسان من هو وصغير لحتى يكبر. خلينا نحكي عن الأنواع. طبعا هلق الخوف من الامتحان، بما أنه أطفالنا طلابنا ما عاد أطفال، طلابنا بالشهادتين التاسع والبكالوريا متوجهين بعد أسبوع للامتحانات، فمنشوف مو بس الطالب، الأسرة كلها عم بتعاني من اضطرابات نفسية لدخول الطالب للامتحان. هذا الشيء نحن ما بدنا ننقله لطلابنا لحتى يكون في عندهم استقرار وتوازن انفعالي. بهي الفترة النصيحة اللي بدي وجهها للطلاب، ما في احكي مثلا خلينا نرجع نخطط نوزع المنهاج، كل هاي الأمور لازم يكون هو مارق عليها بالفترة الماضية، بس ممكن فيده بأنه هو يكون متأكد نوعا ما من أنه هو المنهاج ممكن عنده فكرة عنه بشكل عام. دائما الأهل يعلموا الطفل الهدوء، يعني ناخذ نفس عميق بما أنه ما نصعب الموضوع على الطلاب، لأنه نحن قد ما كبرنا المشكلة أو هي ما أنا مشكلة أساسا، توجه للامتحان لازم يكون انولد عند الطفل رغبة وحافز لدخول الامتحان. نبسط له الأمور، ما علينا نحطه بجو امتحاني بالبيت، يعني نعطيه نماذج امتحانية لحتى هو يمرق عليها لا يتخلص من الخوف. هو الخوف من شو؟ من الأسئلة. دائما الطالب شو بيساوي؟ بياخذ ورقة الامتحان بيطلع فيها كلها، فهون الصدمة.
لا، خلينا نحن لما بناخذ ورقه الامتحان مثل ما كنا نعمل سؤال سؤال، والسؤال اللي انا ما بعرفه ما علي اتركه، ما كثير خافوا اتوهم انه انا ما رح اعرفه وما رح اخذ علامه تامه، كثير غلط. الشيء اللي علمونا اياه واللي عم نعلمه لاطفالنا انه نحن اذا ما اخذت علامه تامه انت ممكن قيمتك رح تنزل بين الاشخاص الموجودين او بالمجتمع. هذا الشيء كثير كثير غلط. لا، انا عم بدرس لحتى استمتع. لما بحط فكره انه انا عم بدرس لاستمتع، الطفل بالعكس بيدرس برغبه، بيدرس بشغف لحتى ياخذ المعلومات. انا عم بدرس مو لاخذ العلامه التامه، لحتى استفيد. للاسف يمكن الاهل بيشاركوا، يعني تماما. ما انا عم مثل ما حكينا بالبدايه من البدايه انه اساسا الخوف مكتسب من تماما. العائله من الام، فهذا الخوف دائما من المحيط او المجتمع. انه بدي ابني يطلع الاول، بدي ابني يحصل على العلامات التامه، مو معقول ابن خالتك اخذ العلامه التامه او انت تطلع مش الاولي. هذا بينتقل تدريجيا للطفل، وخصوصا بفتره الامتحانات. احيانا بتلاقي طلاب كثير شاطره واطفال كثير متفوقين، لكن بسبب الخوف احيانا بيروح التركيز، بصير عندهم رهاب، بخافوا، بيروحوا علاماتهم على قصص يمكن هي لو كان في شويه هدوء من الاول او تعامل صحيح كان الموضوع اختلف او مفهوم الخوف اختلف من البدايه. طبعا هو بالمرحله الاولى الاهل، يعني انا عم وجه هذا الكلام للاهل انه دائما نعرف الطالب. انا كأم بجي لابني، انا بعرفه انه هذا الامتحان هو او العلم، العلم هو رغبه، هو فائده نحن عم ناخذها منهم بغض النظر على العلامه اللي انا بحصل عليها. صحيح. المهم الفائده اللي اخذتها من هي المواد، انا شو اكتسبت معلومات من هي المواد. هي النقطه الاولى، وكثير مهم انه انا علمه التنظيم. التنظيم والهدوء. لما بنظم الطالب باي ماده هو بده يقدمها، هذا الشيء الهدوء بيساعده على استرجاع المعلومات اللي بده اياها. دائما الخوف بيسيطر علينا للحظه، من بيفكر الطالب انه هو ما بيعرف شيء معلومات من المنهاج او من الماده اللي هو فيها. هذا شعور طبيعي. لازم نطمن دائما اولادنا، ومو الغايه انه نحن نجيب علامات عاليه ابدا. انا فخور فيك بغض النظر عن العلامه اللي بتجيبها، ما نقارنه بغيره ابدا ابدا، ولا بشيء، لا بعلامه لا بمستوى. في فروق فرديه بين الطلاب. طلاب بتاخذ فترات طويله بالدراسه لحتى تنتج، وطلاب بنص ساعه او ساعه بتنجز معلومات كثيره. بس الابتعاد عن الخوف لحتى نحن نقدر ناخذ النتيجه اللي نحن بدنا اياها، نكون نحن راضين عن نفسنا. لانه العلامه ابدا ما بتقيم الشخص. الراحه، النوم. اليوم طلابنا اكيد قلبوا نهارهم ليل وليلهم نهار، هذا الشيء كثير غلط، بغرض انه الليل في هدوء ونحن بنستفيد اكثر. اوكي، اذا انا بدي اجي درست كل الليل ورايحه على الساعه 8 اقدم الماده اللي عندي اياها، بهي الفتره الدماغ بتكون نامت تماما. لانه انا استهلكتها طول الليل واجيت لوقت الامتحان انا ما استفدت شيء. لا، ما علي، باخذ فتره طويله لسبع ساعات مثلا نوم قبل الدخول للامتحان، قبل المادة في قبل ساعتين اني اقوم عيد شوف شو بدي ركز معلوماتي، لكن مو قبل، يعني مو ضلني سهرانة طول الليل وروح قدم الامتحان. تمام. هذا الموضوع كتير غلط. كمان خلينا هيك، بما انه ما بقى يعني غير ايام قليله للامتحانات النهائيه، خلينا نحكي يمكن خلص المنهاج لازم يكون تراجع وخلص، ولكن في طلاب ما لحقوا التهوا، كانوا يمكن على فتره شهر القطع هن ما اخذين الامور على محمل الجد. تمام. وصلوا لساعه بيقولوا الحقيقه وفاتوا بحاله من نفسيه خلص بدون ينسحبوا، صار عندهم رعب، انا ماني ملحق، انا ما فيني اقدم امتحان، انا ما بعرف شيء بالمنهاج. خلينا هيك نحكي اليوم كيف فينا نتعامل مع هيك نموذج من الطالب، وخاصه نحن لازم نقدر الكهرباء الضعيفه. أكيد. اللي ما عم نشوفها ابدا. أكيد. عشان طلابنا كمان الوضع يعني الاقتصادي الصعب، يمكن حتى الأساتذة الخصوصي صار مبالغ خيالية عم تاخذ، مو كل الأهل قدرانين اليوم. لما الطالب بيكون مقصر وإجا وقت الجد
وخلص قرر الانسحاب، شو لازم نعمل؟ أول شيء الأم بالبداية دورها كتير كبير مع ابنها، إنه أنت قادر تتخطى هي المرحلة بسهولة رغم إنك أنت ما عندك إلمام بالمنهاج كامل. ما في مشكلة، بناخذ رؤوس أقلام مثلاً، في كتير أسئلة، نماذج امتحانية كتيرة بناخدها بندرسها، بنطلع شوي على المنهاج. ممكن في كتير طلاب تأخرت بالدراسة لكن كانت النتيجة ناجح، لأنه مثل ما حكيت من شوي إنه الطلاب مو بعدد الساعات، ممكن بالفعل ينجز بهي العشرة أيام. أبداً ما نخليه يوقف عند هي المرحلة، نشجعه لحتى يخطي هي الخطوة. بالعكس أنا لازم أشكره إنه هو حس، على الرغم من إنه الوقت تتأخر شوي بس ما في شيء صعب أبداً على الطالب طالما هو صار عنده رغبة لحتى الدخول للامتحان يدرس. فأنا بدي ساعده بهذا الموضوع، ما عليه، بساعده بتفرغ تفريغ كامل لإله لحتى نبلش ناخذ الاشياء المهمه ويدرسها ويبلش ويقدم مع الطلاب يلي كانوا هن دارسين خلال السنه. طيب خلينا نحكي عن خوف اللي هو من اساليب التربيه، يعني بتلاقي بعض الاهالي يمكن بخوفوا الطفل مثلا من الاب او من اشياء اخرى لردعه عن مثلا سلوك معين، فخلينا نحكي هيدا الخوف شو نتيجته على تربيه الطفل، كيف يجب التعامل معه؟ هلا لما يكون في خوف من الاب نوعا ما انه كشخصية قيادية أو لازم يكون في رادع للطفل، مختلف الموضوع، بس أحياناً بيوصل لحد لتخويفه من بعض الحيوانات أو مثلاً بأفكار مثلاً هي بباله أنه في شبح أو في شيء ممكن يخاف منه. هي أساليب بنسمع عنها كتير، بيقول لك أنه طفلي ما بيسكت إلا إذا خوفته بهي الطريقة، أو ما بيسمع الكلمة إلا إذا خوفته بهي الطريقة. فخلينا نحكي عن هيدا الخوف تحديداً، كيف رح يكون له آثار، أو ممكن مع الوقت بس يكبر ويوعى بيروح بيتلاشى، ولا لا ممكن يأثر على نفسيته؟ طبعا هلا كثير من الامهات بتدخل الخوف باسلوب التربيه، وهذا الشيء الغلط، انه انا لازم ابني خوفه بشيء لحتى يسمع كلمتي. لا، اكيد لا، في اساليب كثير غير انه انا خوفه. ممكن طبعا هي الدرجه شرطه الاطفال والغرفه العتمه وهي الامور كلها، هذا الموضوع كثير غلط. انا ببني صداقه بيني وبين ابني، احترام بيني وبينه، ما في داعي لكل هي التخويف لانه الطفل واعي. يعني انا لما بحكي ابني انه هذا الشيء مثلا ممنوع اكيد رح يسمع، ما في داعي لخوفه. طبعا الطفل كيف ما بتعوديه بيتعود. ممكن بهي الحاله لما الام تستخدم اسلوب التخويف بيسمع الطفل الكلام لانه خايف، مو حبا بي هو انه يسمع الكلام، وهيدي الطريقه الصحيحه، لانه هو خايف من شيء او خايف من الام تعاقبه او تخوفه او تحطه بغرفه عتمه، هو عم بينفذ هذا الموضوع. والامهات بتلجأ للاباء بتخويف الطفل، وهذا الشيء الغلط. يعني هو بالنهايه الاب حدا حباب، يعني لازم يكون في حزم، يعني انه حزم عم نحكي عن نوعيه الحزم الطبيعي، انه لازم يكون حدا حازم من قبل يعني الطرفين. الاب هو قدوه لاولاده، فهو لازم ما نصوره بصوره انه هو الحدا الشرير اللي صحيح. عم بيعاقب الاولاد او بيعاقب الاطفال وهي الامور. فلما انا نسق تمام بيني وبين زوجي بالتربيه، الطفل اكيد رح يطلع حدا بيسمع الكلام بدون تخويف. اسلوب التربيه بده يكون راقي بالتعامل معه، ونبني جسر من الثقه من الاحترام بيني وبين طفلي. تمام. نغم، خلينا نرجع على الامتحانات، يمكن رح اتطرق لموضوع هو يعني ما له ضمن الاختصاص النفسي، ولكن هيك خلينا نحكي قديش اليوم التغذيه بتلعب دور منيح بانه ناخذ انرجي، بانه نكون ريلاكس. في كثير يمكن من الطلاب بياخذوا كثير، يعني بيشربوا قهوه، بياخذوا نسكافيه لحتى يضلوا صاحيين واعيين، لحتى يربطوا ليلهم بنهارهم، لحتى يقدروا يلحقوا يمكن كثافة المنهاج. اليوم خلينا نحكي المشروبات قديش هي خاطئة، قديش مهم انه نحن في الصبح ناخد شيء مغذي، قديش الغذاء الصحيح ما بيعمل تلبك معدة خلال وقت الامتحان ضمن القاعة الامتحانية. طبعا كتير مهم الغذاء والمشروبات اللي الطالب عم ياخدها. خلينا ناخد المشروبات المتناولة بالبيت، يعني ما نجي حكينا على غلى الأسعار وهيك، أكيد ما بنطلب من الأهل يروحوا يشتروا شيء مثلا مو موجود. اللبن كتير ضروري، البرتقال كتير، كمان العصير ضروري كتير، الفيتامينات، أي شيء غذاء موجود فيه فيتامينات. نبتعد عن القهوة لأنه هو منبهات للطالب، أبدا ما بتصحص، بالعكس هو اللي بتخليه. ونبتعد عن السكريات، السكر، يعني انا مثلا بالشاي، بكاسه الشاي بدل ما احط كاس معلقه كبيره بحط نص،
لأنه السكريات بتساوي خمول عند الطالب. فهي الأمور كلها لما بننظمها الطالب بالعكس بصير نشاط أكثر، ومع الحافز ومع التشجيع للطالب والغذاء الطالب بيصير غير. يعني أنا دائما بحكي بهدول العشرة أيام نحن خلينا ننسى السنة كلها والانقطاع اللي مرينا فيه، ونبدأ نقنع حالنا أنه نحن هلق بلشنا من اليوم لتقديم لفترة التقديم وهدول العشرة أيام نتشجع للدخول. يعني أنا ما بيجي ما لأنه الطالب هون بيكون محبط صحيح. فأنا لحتى شجعه أكثر اليوم بلشنا، كل يوم منبلش نهار جديد، نهار ممتع نستمتع بالشيء اللي نحن فيه، ما نفرض شيء على الطلاب. والغذاء كمان نهتم فيه لأنه هذا الشيء كتير ضروري. نبتعد عن أكل السوق، نخلي الشيء اللي عم ناكله فيه فائدة لألنا أكيد. يمكن الآن دراسة ضمن ظروف أساساً اللي عم نعيشها هي أساساً استثناء لكل الطلاب، ودائماً الطلاب السوريين بيتحدوا كل الظروف، ففعلياً نتمنى لهم التوفيق من قلبنا. بس كنتي حابة تحكي عن موضوع كمان مهم اليوم بالآونة الأخيرة عم نشوفه، هو الامتحان لقبول الطلاب بالمدارس المتفوقين أو بعض من المدارس كنا نشوفه لطلاب عاديين، وعم نحكي عن أعمار صغيرة، وهيدا كمان بيأثر بنفسية الطفل. أكيد. بصير عنده خوف من المدرسة، ما بقى يحب يروح المدرسة، لأنه أساساً المدرسة هي لو فيها تعليمي شق تعليمي بس شق تنفيسي لاستثمار طاقة الطفل بطريقة سليمة وصحية. أكيد. للأسف كل المدارس اليوم ما عم تتميز بشيء اسمه اختبار لطفل قبول للمدرسة. هذا الموضوع أنا كأخصائية تربوية برفضه تماماً. طفل بعمر الست سنوات عم يدخل لمكان ما بيعرفه، بياخد ورقة لقياس مستوى التعليم عنده. طيب أنا إذا بدي أخضع، خلي الطفل بعمر ست سنين يخضع لامتحان بهذا العمر، شو خليت؟ شو التأسيس اللي أنا بدي أقدم له يا بالمرحلة الجاية؟ حلو أنه أعمل تيست للطفل بقدراته بتركيزه، أعمل شيء شفهي لأعرف ألفاظ الحروف عنده، مخارج الحروف عنده، أعطيه وسائل للتركيز، التمييز مثلا التمييز البصري، لكن ابتعد تماما عن الورقيات عن القلم، لأنه الطفل بهذا العمر أبدا ما بيقدر. يعني أنا ممكن 90% من الطلاب غير قادرين، أنه هن بيخافوا، نحطوا بهذا الجو الجديد وخافوا، فهذا الشيء مرفوض تماما. وبنصح كل المدراء المشكلة أساسا بدخول المدرسة تماما. هذا الشيء ما بيقيم الطالب، أنا مدخلته على صف الأول لا يتعلم ويتأسس، وبكل الأحوال رح يعيد كل المواد. وقبل ما نختم مع حضرتك نغم، خلينا نتطرق اليوم قديش مهم بخلال بداية فصل الصيف أنه نخلي الانضباط، الالتزام، يمكن التنظيم بالوقت، التنظيم بحياتنا وحياة أطفالنا مهمة. هيك سريعا خلينا نحكي اليوم قديش مهم أنه نفتتح فصل الصيف بنشاطات بتساعد على بناء شخصية أبنائنا أطفالنا، ترفه عنهم شوي من طبعا. يعني ضمن الحدود اللي بنقدر عليها. أكيد أكيد. الأولاد صحيح أنهم هن خلصوا مدارس وهيك، وخصوصا الأعمار الصغيرة ضروري ندخلهم بنوادي صيفية يمارسوا هواياتهم. طبعا ضروري كتير كل يوم نشاط جديد، ما خلي الولد بس على نشاط واحد مثلا، ندخله بنشاطات متعددة، يدخل لكتير نوادي، مثلا في نادي الفروسية، الصبيان بنشوف كتير لهم اهتمامات بكرة القدم، هذا الشيء بفرغ طاقة عنده. حتى لو يعني حتى لو نوادي مو كل الناس قادرة يمكن ماديا، في نشاطات يمكن يمارسها اليوم الولد او الطالب ضمن المدارس، لانه يعني الحاله الماديه غير قادره لكل الاشخاص طبعا. نحن عم نحكي بانه خلصت المدارس ونحن مبلشين تمام. في كثير كمان الام ضمن البيت، حتى الاسره اللي مو قادره هي تسجل اطفالها بنوادي، فيها كثير تعمل لهم نشاطات لحتى الولد يصير عنده مهارات، يكتسب مهارات اسرع ويبتعد عن الملل. يعني برفض تماما اللعب بالشارع لانه هو ابدا ما بيجيب فائده. نخلي ننظم وقته للطفل، مثلا ناخده على اماكن تفيده، ممكن ناخده على الحدائق باشرافنا، يلعب يتسلى يفرغ الطاقه اللي عنده كرمال يكون يعني ايه بدنا نتمنى هيك تنفرج على كل الناس، لانه هذا الجيل كثير انظلم بكثير من الامور وكثير من الظروف الصعبه اللي مرقت فينا. يعني نحن دائما بنرجع بنعيد وبنركز وهيك لحتى شوي نخفف على الاهل اليوم لما نعيش الواقع، نعيش
شيء الظروف غلط نحن فهم ابنا انه نحن ما فينا مثلا نحطك بهذا النادي الصيفي او هي الشيء لانه نحن متضايقين ماديا غلط طبعا. ولا طبعا أوكي. انا الطفل بهذا العمر ابدا ما حسسه بالقله الماديه ابدا يعني ممكن انا بوجهه بطريقه ثانيه بس ما حسسه انه انا مو قادره اعطيه هذا الشيء اللي هو بحبه ما عليه انا بعوضه بشيء ثاني بس المهم انه انا ما اعرف الطفل انه انا ما معي يعني انا ليه نحن دائما بنقول للاهل انه انتم علموا الطفل القناعه لانه ممكن تجينا ظروف انا ما اقدر اشتري لا وحتى النشاطات والمهارات اللي عم نحكي عنها في اطلاع كبير صار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانترنت طبعاً. على اليوتيوب يعني كل النشاطات اللي ممكن تمارس بالنادي فيها الام تكتسبها عن طبعاً. طريق فينا وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما عندها شغل صحيح فيها تعمل كثير قصص وتفاصيل لانه فعليا بتاثر بنفسيه الطفل بس بالختام خلينا نعطي بعض النصائح اليوم لكل الامهات اللي عم تابعنا قديش فعليا مبدا الخوف اذا فعليا تم فهمه بطريقه صحيحه الخوف الطبيعي اكتسامه بطريقه صحيحه وسليمه قديش فعليا بتاثر على سلامه الطفل النفسي وما بيكون عنده مشاكل او خوف او فوبيا من اي شيء بالمستقبل طبعا الوعي دائما للاهل هو وعي الام دائما بتنقله للطفل كن واعيه بكل التصرفات اللي عم يعملها طفلي وما لنا مشكله ابدا اذا الطفل اخطا انه انا خوفه فورا الطفل بده يخطئ لي يتعلم بده يكتشف لحتى هو يعرف البيئة المحيطة فيه دائما كون واعية بكل التصرفات واعية بكل المراحل اللي بمر فيها الطفل مشان ما أنا أتفاجأ بأي تصرف عم بيقوم فيه وبهي المرحلة بالذات مشان أنا بفترة الامتحان يعني نبتعد عن تعديل السلوكيات للطلاب المتقدمين للامتحان ما علينا نأجلها لبعد الامتحان فجأة بتحرر مشان نحن ما يعني بصير فجأة بدنا نعدل سلوك بدنا نمنعه من أي شيء مثلا عم بيقوم فيه لا ما عليه خليها لبعد الامتحان لحتى الطفل يكون اطمن وابتعد عن الخوف هو بكل الاحوال خايف فانا ما اعزز له شعور الخوف عنده بشيء ثاني او اشغل له باله وشتت له انتباهه خلينا بموضوع الامتحان وبعدين كل الامور بتنحل بعد الامتحان ان شاء الله يا رب اكيد بدنا نتمنى كل التوفيق لطلابنا وان شاء الله هيك شعور الخوف يبتعدوا عنه كليا هن واهاليهم كمان ان شاء الله يمكن موفقين تكون الاسئله حلوه ظريفه سهله بتتلائم مع وضعنا ووضع طلابنا بدنا نتشكرك كثير نغم تربي شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا يا حبيبي شكرا لك نغم واكيد بنتمنى بالختام التوفيق لكل طلابنا في الشهادتين الاعداديه والثانويه لانه ايام بتفصلنا عن الامتحانات